المعترف بها دولياً. محمد القباني، بي بي سي. ولمزيد من المتابعة والقراءة في هذه التطورات تنضم إلي الآن في الاستوديو الزميلة سارة فياض المراسلة الاقتصادية لبي بي سي. مرحبا بك معنا سارة. دعينا نبدأ بالحديث عن مسرح هذه العمليات، البحر الأحمر، وما الأهمية الاقتصادية لمنطقة البحر الأحمر؟ نعم، يعني نحن عندما نتحدث محمد عن البحر الأحمر نتحدث عن واحد من أهم الممرات المائية في العالم. هو يشكل المعبر التجاري الأساسي لنحو 20 دولة حول العالم، وهو يشكل نقطة وصل لبعض أهم الممرات المائية، أو لنقل نقاط الاختناق أو نقاط العبور كما تسمى بالنسبة للتجارة البحرية حول العالم. هنا يعني أشير إلى قناة السويس الموجودة في شمال مصر والتي تربط البحر الأحمر طبعا بالبحر المتوسط، لا يظهر في هذه الخارطة. في أقصى جنوب البحر الأحمر هناك بالطبع مضيق باب المندب المطل على الشواطئ اليمنية والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ومن ثم المحيط الهندي. هناك أيضا مضيق هرمز، وطبعا هذه المضائق الثلاث أو القنوات الثلاث هي تشكل سلسلة لنقل التجارة من آسيا، أفريقيا أيضا، ويعني إلى أوروبا طبعا بالاتجاهين. وهنا تبرز هذه الأهمية الأساسية لهذا الممر المائي، التجارة بين قارات ثلاثة. أيضا هو يوفر موانئ دافئة بمياه عميقة، وهذا يسمح للسفن بالانتقال عبره، السفن الكبيرة على مدار العام. نعم. سارة، ماذا نعلم عن حجم التجارة التي تمر عبر هذا الممر المائي لها؟ نعم، يعني إذا أردنا أن نتحدث في بلغة الأرقام للاستدلال على أهمية هذا الممر المائي، يعني نحن نتحدث عن البحر الأحمر تمر عبر 40% من حجم التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا. إذا أردنا التركيز على النفط والغاز وهما الصادرات يعني الأساسية التي تخرج من منطقتنا نحو العالم، فنحن نتحدث عن حوالي 60% من احتياجات أوروبا من نفط المنطقة تمر عبر البحر الأحمر. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن 25% من احتياجات الولايات المتحدة من النفط تمر عبر البحر الأحمر. إذا أردنا النظر إلى نقاط العبور الأساسية، قناة السويس، قناة السويس في مصر حصتها حوالي 12% من حجم التجارة العالمية. هذه أهمية كبيرة وهي مرشحة للازدياد بسبب المشروعات لتطوير القناة، توسيعتها وجعلها نقطة جذب لكثير من السفن، وأيضا لأن بعض السفن بدأت تبتعد عن قناة بنما اللي هي بسبب التغير المناخي لم تعد قادرة على توفير العمق الكافي الذي تحتاجه السفن الكبيرة، ما يعني توجه سفن لقناة السويس. أما مضيق باب المندب 5% من إجمالي إنتاج النفط العالمي يمر عبر هذا المعبر المهم الذي تعبر من خلاله حوالي 21,000 قطعة بحرية سنويا تحمل شتى المنتجات إلى مختلف أنحاء العالم. إذن أهمية كبيرة جدا للتجارة العالمية. سارة، كيف يمكن أن تؤثر هذه التوترات أو حتى احتمال إغلاق هذا الممر المائي الهام على حركة التجارة العالمية بشكل عام؟ نعم، يعني نحن وكما أشرت نتحدث إلى توترات وبالتالي زيادة مخاطر، ونتحدث أيضا عن احتمال إغلاق. في حال التوترات حتى لو لم يتم الإغلاق، هذا يعني أن السفن التي تمر عبر البحر الأحمر ستحتاج إلى تكلفة أعلى للتأمين على مرورها في هذا الممر المائي، وهذا سوف يزيد تكلفة البضائع التي سيتم تمريرها إلى المستهلك، إلي وإليك وإلى المشاهدين. سيناريو الإغلاق وإن كان مستبعدا الآن، لكنه سيعني اضطرار السفن للعبور حتى يعني جنوب القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح للتوجه إلى أوروبا، وهذه مسافة كبيرة وهائلة سيكون على السفن أن تقطعها. نحن رأينا مثلا في أزمة إيفرغرين قبل سنوات في مصر كيف اضطرت بعض السفن إلى تحويل مسارها، وكيف ارتفعت تكلفة النقل البحري في العالم. لكن ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن هذه المخاطر تأتي لتضيف إلى مشهد عالمي فيما يتعلق بالنقل البحري معقد أصلا. نحن شهدنا زيادة في تكاليف الشحن، زيادة في تكاليف التأمين، مرتبطة بالحرب الأوكرانية، مرتبطة بالتوترات في المنطقة حتى قبل هذه التوترات الأخيرة. هذا يعني سألت أنا المدير في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة العالمية، وهو مدير القسم المعني بالشق اللوجستي للتجارة البحرية، حول كيف تنظر المنظمة لهذه التطورات الأخيرة، مدير جان هوفمان، لنستمع أو نتابع ما قاله لي.
حتى قبل التطورات الأخيرة نحن كنا قد شاهدنا زيادة كبيرة في حجم المسافات التي تحتاج سفن الشحن البحري لقطعها حول العالم، تحديدا فيما يتعلق بالسفن التي تنقل القمح والنفط، وهذا عائد إلى الحرب في أوكرانيا. وإذا نجم عن التطورات الأخيرة مزيد من الزيادة في طول المسافات المقطوعة، فنحن نواجه أثراً مضاعفاً. وبالنظر إلى البيانات التي لدينا شهدت الأشهر الستة الماضية تضاعف تكلفة نقل القمح بحرياً، وتم تسجيل زيادة كبيرة في شهري أكتوبر ونوفمبر، وهذا عائد جزئياً إلى المخاطر المرتبطة بالحرب في غزة إضافة إلى أسباب أخرى. وتنضم إلينا بداية طبعا أشكر زميلتي سارة فياض المراسلة الاقتصادية لبي بي سي على هذا الاستعراض وهذه المعلومات التي عرضتها معي قبل قليل.